قامت بلدية كفر الحارس وعدد من المؤسسات فعالية مركزية في البلدة، وذلك إحياء لذكرى النكبة 74، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأمنية والقوى الوطنية. أقرت اللجنة الفرعية لإحياء ذكرى النكبة 74 مجموعة من الفعاليات، من ضمنها الفعالية المركزية في بلدية كفر الحارس هذا اليوم بمشاركة جميع الفعاليات والمؤسسات الرسمية والأهلية. أولا يعني كفر الحارس هي بلدة من بلدات محافظة سلفيت، واللي كل المحافظة تتعرض لهجمة استيطان شرسة وعلى رأسها كفر الحارس. قبل أيام كان في تجمع للمستوطنين هان جنب المقام على هاي اعتبار الإسرائيليين، وهذه مقامات إسرائيلية ولكن هي مقامات إسلامية بتاريخها ببنائها بكل مكوناتها. هذه الفعالية تم من خلالها استذكار الوجع الوطني وما يعانيه أبناء شعبنا طيلة 74 عاماً جراء ممارسات سلطات الاحتلال القمعية بحقهم من خلال فقرات عدة. هذا البلد باختصار فيه مقامات إسلامية، وإسرائيل تحاول عبر متدينيها تزوير التاريخ، وقاموا بإزالة كل ما يشير إلى إسلامية هذه المقامات. سيدتي كفر الحارس يعني بلد لها عمق وجذور بالتاريخ. كفر الحارس مستهدفة من الاحتلال، كفر الحارس أرض المقامات، كفر الحارس بلد النضال البسيط، كفر الحارس بلد المرأة التي تعي دورها في المجتمع الفلسطيني. في هذه الذكرى والتي حملت عنوان الكبار يموتون والصغار لا ينسون، أكد أبناء شعبنا بكافة أطيافه ومن كبيرهم حتى صغيرهم على تمسكهم بحقهم بالعودة إلى أرض الأجداد والآباء. إنها حكاية ما بعد النكبة، هنا حيث يستذكر الأحفاد ما مر به الأجداد من ظلم وقهر وتهجير، ليجددوا العهد والوفاء على صمودهم وعدم استكانتهم مهما طال الزمن. لينا دوابة، تلفزيون فلسطين، كفر الحارس.